العراقي، فنانة مغربية، خريجة سودو دوزام 2013، ملقبة بالأغنية العربية سنة 2010، وشقيت طريقي في 2013 بروفيسيونيلمون. من بعد حبست واحد اون بيريود اللي كانوا عندي فيها التزامات عائلية، ومن بعد انا رجعت للساحة الفنية. الجديد هو بعنوان دابا، أغنية سينجل مصورة من الإخراج محمد زكي، والكلمات والألحان محمد النصري، اللي هما كاملين متواجدين معنا في هذا الحفل، والتوزيع ديال روني، روني الخطير اللي موزع بزاف ديال الأغاني يعني المغنيين وفنانين، وفنان زهير بهوي اللي كان ديما مساندني في الاغنيه. والحمد لله الناس عجبتهم الاغنيه وعجبهم لو سينجل وعجبهم يعني العمل كامل، بدرجه انني ما كنتش متخيله ان الناس غادي تعجبهم بهذه الطريقه. تفاعلوا وتفاعلات كانوا جد جد طيبه بالنسبه للناس. فوالا، السبب هو انه يعطي بحال قدر انه غادي يعطي بحال قال غادي نعطي له واحد الاغنيه لواحد السيده اللي عارف انه ما غاديش تخيبه. فوالا، وهذا كان الكونتاكت ديالو ديريكت كان مع مدير اعمال ديالي اللي هو بدر الدين اخلوف، لانه صديق ديالو وكان مانجر ديالو من قبل. علاش اختارينا؟ اولا ماشي كان اختيار، ولكن يعني ماشي بحكم الناس اللي كانوا باغيين يساندونا، لي سبونسور اللي كانوا معنا، كان ضروري خاصنا اماكن اللي مثلا الحلاقه كاين دي سبونسور اللي في هذا الميدان اللي كان خاصنا ضروري نبينوهم في هذيك لي بارتي، وصافي هادشي اللي كاين. العائله سيتو امور عائليه هما اللي خلاوني حبس، وما كنتش في الدير المغربيه، كنت في الدير الاوروبيه. من بعد صافي منين رجعت عاد ما كنتش مقرره انني غادي نرجع للدومين ارتستيك او لاني نعاود نبدا جديد، ولكن الحمد لله بوجود ناس معايا اللي معاونيني، بدر الدين اخلوف وناس وحدين اخرين اللي كانوا واقفين بجنبي، هما اللي خلاني انني ناخذ العزيمه ونزيد نتوكل على الله. طبعا عندي ثلاثه ديال الحوايج العمل ديالي والامومه، وعندي لو دومين، يعني خاص الواحد صراحه هو صعيبه شويه، ولكن خاص غير شويه ديال لورغانيزاسيون، خاص واحد يكون اورغانيزي. وفي الدومين ارتستيك ما يمكنش يدو حتى تصفق، مستحيل، ضروري خاص يكون معاك شخص او اشخاص اللي كيساندوك واللي كيديروا شي حوايج اللي انت تقدر تدير فيهم داك الثقه وتخلي لهم انهم هما يسيروا. فوالا، هادشي اللي كاين. انا فاش كنلقى راسي في الطرب حيت ربيت في بيئه فيها يعني الاب موسيقي، الام عزيزه على الطرب، دونك عزيز عليا، تشبعت بالاغاني ديال ورده وام كلثوم، هادشي اللي خلاني انني مايله شويه للطرب. سيتو رسالة أخيرة للجمهور، شكرا بزاف لكم للحضور ديالكم في هذا الحفل، وشكرا للناس اللي دعموني وكانوا معايا، وشكرا للستاف كامل اللي خدم في دابا، والحمد لله عجبني الحال بزاف، وان شاء الله احسن ما غتخبرش عليكم.